السلام عليكم. حل شيخ المدربين والناخب الوطني الجزائري الأسبق رابح سعدان أمسية اليوم السبت بأرض الوطن لمباشرة بلاطو ستادركون يوميا في السهرة عبر إحدى القنوات الجزائرية الخاصة رفقة لاعبين دوليين سابقين وإعلاميين، أين سيشارك الجزائريين رسميا في هذا العرس الكروي والذي سينطلق غدا الأحد 9 جونفي وإلى غاية 6 فيفري. رابح سعدان سيرافقكم يوميا لتحليل مباريات كأس أمم إفريقيا والتي سيبث التلفزيون العمومي الجزائري كل المباريات الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية والنهائية. ووصل المنتخب الوطني الجزائري منذ قليل إلى الكاميرون للمشاركة في هذه المنافسة القارية والمحافظة على اللقب والعودة بهذه الكأس الإفريقية للمرة الثانية على التوالي إلى الجزائر، فبالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري.